بل الآن ينضم إلينا حبيب عيسى الجوكم الحكم الدولي السابق عمر المهنا. ما بعرف إذا انقطع معه، يمكن قر عليه عيسى، انقطع الصوت ولا ها معنا. هلا هلا أبو عبد العزيز. هلا حياك الله أستاذ مصطفى، شو أخبارك؟ الحمد لله بس. منور، تحياتنا إلك. وجودكم نور ونورك الله سبحانه. أنت منقي ست حالات، نبدأ بدقيقة 17، هل يوجد ضربة جزاء للنصر لعبد الرحمن غريب؟ نشوف الحكم، شوف الحكم وين موقعه، شوف الزاوية، هل في خطأ؟ طيب طبعا لا لا نشوف الحكم قريب، طبعا الحكم قريب، طبعا هل اللاعب ارتكب أي مخالفة؟ اللاعب المدافع لم يرتكب أي مخالفة، كان قرار الحكم باستمرار اللعب كان قرار سليم. هاي رجله اللي كانت موجودة مش مخالفة ولا بالعكس، اللاعب النصر هو اللي راح للمدافع. طيب ما صارت في مهاجمة من لاعب الشباب، فاستمرار اللعب كان قرار صحيح من الحكم. طيب الدقيقة بعدها بدقيقة، هل يوجد ضربة جزاء للنصر لرونالدو؟ شوف الحالة الثانية. نعم شوف الحالة الثانية، برضو الحكم قريب، في تنافس، المدافع لم يرتكب أي مخالفة، فقرار الحكم باستمرار اللعب كان قرار سليم. الدقيقة 22 الحالة الثالثة، ضربة جزاء الشباب، هل هي صحيحة؟ طبعا عن طريق الفيديو، طبعا في 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 تعمد لعب كرة باليد، اليد مش في مكانها الطبيعي، فطبعا الفيديو أزهمه، فقرار الحكم باحتساب ركلة جزاء كان قرار صحيح. طيب الدقيقة 57، هل هناك ضربة جزاء بعد سقوط سلطان الغنام؟ نشوف الحالة. يعني الشيء الإيجابي في الحكم أنه كان قريب، بالذات في الحالات اللي داخل منطقة الجزاء، المدافع لم يرتكب أي مخالفة، فقرار حكم باستمرار اللعب كان قرار سليم، لا يوجد أي مخالفة، فقرار حكم باستمرار اللعب كان قرار سليم. الدقيقة 63، هل هناك ضربة جزاء للشباب؟ نشوف الحالة، برضو استمرار اللعب من الحكم كان قرار سليم، لأن لا يوجد أي مخالفة داخل منطقة الجزاء. آخر واحدة بداية 72، في خطأ للشباب وإنذار على لاعب النصر سامي النجعي، هل استحق الحمراء أم صفراء؟ طبعا شوف الحكم قريب، زاوية الرؤية واضحة، خذ القرار الصحيح بإنذار اللاعب، لأن يعني أعلى درجة التهور، أعلى درجة التهور، فكان قرار حكم بإنذار اللاعب كان قرار سليم. طيب يعني أنت شايف الحكم ممتاز، يعني 8.6؟ لا مش موضوع ممتاز، القرارات ما كانت فيها أي إشكالية، ولكن هو لا تنسى أن الاحتساب ركل الجزاء عن طريق الفيديو، فما دام استخدم الفيديو لازم تنقص الدرجة، يعني 8.4 7، لا لا ياخذ 7.9 من 7.9، لان الاتحاد الدولي الحكم اللي يروح الفيديو تنزل درجه. طيب نسمع لكن بصفه عامه. طيب الانذارات كانت صحيحه، شخصيتي كانت موجوده، بس خليني معك ابو عبد العزيز، لانه عبد العزيز ابو سلطان كان عم بيقول انه الحكم مش كويس، ما ادري ليش مش ابو عبد العزيز، بس على السريع اصبحك بالخير. أنا أحترم طبعاً تقييمك للحكم ورؤيك، وأنت إنسان خبير وأستاذ، لكن أنا أشاهد أن الحكم استخدم بطاقات كثيرة، 7 بطاقات، يعني كان جاي بالطيارة ومعد البطاقات في مخباته، يعني بطاقات ما لها داعي. الشيء الثاني ضربة جزاء حقت غريب، اللاعب على قال لك ابو كرم اللاعب اعيق من الساق من تحت، يعني مو لا، وانت تقول ان اللاعب هو اللي رمى نفسه، فانا شاهد انه الحكم اليوم يعني ما كان جيد الحقيقه، هذه وجهه نظري يعني، مع احترامي كامل لما ذكرته. لا لا احترم وجهه نظرك، ولكن انا ارى ان صحيح ممكن الانذارات، اكون معك استعجل في بعض الانذارات، ولكن القرارات اللي داخل منطقه الجزاء كان قرارات سليمه.
مبسوط ابو سلطان؟ زين العوض ولا القطيعه ما دام صرت معي؟ اي العوض ولا القطيعه يعني صار معي بالكروت. يلا اجل انا معك بالمنتي. ابو عبد العزيز الكابتن عمر المهنا الخبير التحكيمي لبرنامج صدى الملاعب، شكرا جزيلا لك ومنورنا دائما على طول. بارك الله فيك، شكرا لك استاذ مصطفى. حاب تقول اي شيء لعيسى الجوكم ولا ما في كلام بينك وبينه؟ لا لا، عيسى الجوكم اللي تفاهم بعدين معاه في التلفون يا استاذ مصطفى. خلاص ماشي الحال. طيب طيب ابو سلطان، هذيك بس كنت تحت الهواء عم تحكي مع وائل حبال، ايش في بينك وبينه؟ ايه بس لا وائل حبال زميل وعزيز وصديق، والحلقه اللي راحت انقطع الصوت، ويعني ويمكن هذه سياسه البرنامج، فانا قلت يعني من اللي قطع الصوت، ولما قلت هذا وائل حبال قلت يعني اجي لدبي انا والله بالعقال. هذه عندنا مجازه يعني، حتى اقولها للعيال للاصدقاء، ولكن اذا هو فهمت طريقه غلط او من ناحيه يعني ناس اهل له ولا قريبين انه يعني عندكم صعبه، بالعكس انا اقدم اعتذاري له وله بالقصد. انا اجي طال عمرك اعطيه ورده في دبي مو بالعقال، ما بين هذه الامور. هو زميل وعزيز وصديق، وجدا اعتذر اقدم اعتذاري له ولاي واحد يعني فهم غلط. بالعكس حبيبنا والله حبيبنا، تسلم لي. طيب راح نروح لفاصل، بعده المتصدر الاتحاد يفوز على الباطن الذي هبط رسميا وينتظر ثلاث